ايش قاعد بتعمل؟ ايش قاعد بتعمل؟ من وين جبت لهم هذا الاكل؟ اكلتهم بيه. ايه؟ اكلتهم بيه مطعم البيبلوش. مطعم البيبلوش؟ والله تحب البسس انت؟ انت مطعم البسس بس ملاقي تاكل امانه تحكي الصراحه. لا لا والله لا يعني مطعمين وانت مش ملاقي تاكل؟ اه. ايش اكلت اليوم؟ لسه مش ماكلين. لقيت مش ماكلين. اه صايم ولا مفطر؟ مفطر. ليش؟ فيش اشي اصبر عليه. والله جد؟ والله. يعني ما تصحرتش؟ عاش اصطحى صحى. ايش اسمك؟ معتصم. معتصم ايش؟ عشي. يا عيني عليك يا معتصم، يعني انت بتحب البسس وعامل لهم كيه. اه واللي بياكلش بالطعميه؟